تقول السائلة أيضا: إذا كانت المرأة تطهر غالبا في اليوم السادس ولكنها أخرت الغسل إلى اليوم السابع، فهل عليها شيء؟ لا يجوز لها أن تؤخر الغسل إلى يوم السابع، بل الواجب عليها أن تغتسل عند انقطاع الدم وحصول النقاء من الحيض. يجب عليها أن تبادر بالاغتسال من أجل الصلاة. فإذا أخرت الغسل تأخيرا تفوت معه بعض الصلوات فهذا حرام عليها. نعم، بارك الله فيك.